اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، اينما كنتم مرحبا بكم في عدد جديد من برنامج زوم سبور. زوم سبور راح يعودكم بالابطال، واليوم سنزور رياضه الكاراتي، والبطله الاولى والرياضيه اللي صعدت لمنصه التتويج في المغرب سنه 2009. من اجل التعرف على هذه الرياضيه وهذه البطله تابعونا. في إحدى الدورات اللي أقمنا بها بتركيا، اللي هو تزوجت في لافان تاع لاني 2015. هذا البرنامج يبث في هذا التوقيت.